Distinguished FIFA President Mr. Gianni Infantino, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, President of the Asian Football Confederation, Confederation Presidents. بعد فشل شركات العلاقات العامة في تبييض صفحة انتهاكاتها السوداء، ألقت عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين بثقلها في عالم الرياضة الدولي لتحقيق هذا الهدف. البوابة هي رياضة كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم. وأما الوجهة فكانت نادي قرطبة الإسباني لكرة القدم الذي اشترته العائلة الخليفية، صفقة يقف وراءها ناصر نجد حاكم البحرين المشهور بتعذيب الرياضيين. وكل من نادى بسقاط النظام ما يسقط إلا على رأسه طوفة. خطوة تزامنت مع فضيحة طالت ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس المتهم بتلقي رشاوى من السعودية والبحرين بهدف تلميع صورتيهما. وأما الوجهة الثانية فهي نادي باريس أفسي لكرة القدم الذي استحوذت على كم كبير من أسهمه هذه العائلة. نشاطات تأتي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها البحرين، وتأتي في سياق تبذير موارد البلاد على شركات وأندية أجنبية تواجه مصاعب مالية. فهذه العائلة غير مهتمة بتحسين أوضاع البحرانيين، ولكن جل اهتمامها في إحكام قبضتها على البلد واستخدام موارده للتغطية على وحشيتها وطغيانها. لكن الناشطين البحرانيين الذين تصدوا لها داخليا وخارجيا وكشفوا زيفها كما حصل مع سباقات فورمولا 1 سيحبطون مخططها هذه المرة أيضا، ولن تنفع جميع مساحيق الأرض في تجميل وجه هذه العائلة البشع.